تخش عايز تاخد الكوره. اه بالظبط. طب يعني انت شايف ان احسن لعيب في الفولي بول اه جدا. في اه طبعا يعني في الوقت الحالي هو عبد الله عبد السلام، يقدر هو اللي يعرف يوصل الكره الاوت اوف سيستم يوصلها احسن صح. ضريب في مصر، احسن ضريب في مصر يقدر يضرب الكوره وهي جايه له مش معدوله، يعني مش على عدلته. الضريب تمام. دايما بيحب ينط والكوره جايه له ويقابلها، جايه له ورا ظهره بقى، جايه له بعيده. مين احسن ضريب مصر؟ هو يمكن يكون اللي مميز احمد صلاح في العالم كله ان هو بيعرف يعمل الحاجه دي، ان من اي مكان واي وضع الكره بتترفع لاحمد صلاح بيعرف يخلصها، بيقدر يعدل جسمه. بيقدر يعدل جسمه ويعدل لسه ايديه، لان دراعه ما شاء الله ورست ايديه سرعه جدا على الكوره، فهو عنده ميزه من عند ربنا كده يعني، سبحان موهبه. آه الكور دي بتاعت احمد. طيب طبعا ما فيش شك اختياراتك، احنا نفسنا انت ما كنتش قلت كده احنا كنا هنقول لك هم دول. هو كده الناس بقى عندها ثقه كبيره جدا في عبد الله واحمد. بس خلينا نقول في اللي طالعين، مش لازم جيلك، اللي طالعين هم اصغر اكبر منهم بسنه او اتنين والاصغر منهم بسنه او اتنين، شايف حد يعني فيه المقومات دي؟ او ممكن يكون مثلا في الضاربين في مثلا عبد الرحمن الحسيني، كان كان موجود معايا هي السنه اللي فاتت وطلع الدرجه الاولى في الاهلي، عنده موجود في الدرجه الحته الاولى الموهبه بتاعت احمد جدا. صلاح اه دي. طبعا ما شاء الله عليه، هو موهوب بالفطره ربنا عبد يحفظه الرحمن. يا رب. ولو جينا قلنا في الاعداد ممكن برضو يكون يوسف مرجان، ممكن يوسف مرجان احسن واحد، ويجي بعديه انس صلاح مثلا. انس ده خد احسن لعيب في افريقيا، خد احسن معد. احسن مدافع في افريقيا اللي اتعمل هنا. انا بالظبط. فاكر الاسم مميز كان. اه طب يعني انس شوقي اه صح. طب دول من مستوى الشباب طالعين، انت شايف فيهم نفس مميزات عبد الله مع احمد صلاح؟ هو ممكن يكون هم اقل شويه من عبد الله في موضوع ان عبد الله اطول طبعا. طبعا. عبد على الله الشبكه مش نقطه ضعف. بالظبط، هو مش على الشبكه، عبد الله مش نقطه ضعف. ارسال عبد الله طبعا بيميزه جدا في العالم، ان هو كان كذا مره خد صحيح. احسن ارسال في العالم، يعني يمكن تكون دي هم الميزه اللي تفرق عبد بس الله عنهم بيتهيألي شويه، يشتغلوا عليها. بحكم طبعا ان عبد الله بقى طبعا خبره، وعبد الله يعني هو عبد الله، يعني بس عبد عبد الله مش الله ما محتاج نتكلم بدأش عليه. معد، عبد الله بدأ ضريب صح؟ هو عبد الله جه كان معد، وبعد كده جينا في سنه مثلا في فرقه 15 سنه اتحول بقى عبد الله ضريب واحمد بصير. الله. طب بس على فكره عايز اقول لك على حاجه، دي ممكن تكون سبب تميزهم، ان ممكن. هو بقى لاعب ضريب فعارف الضريب عايز الكره شكلها ايه. بالظبط، يعني اي حد بيرفع كره لعبد الله، عبد الله بيطلع يضرب، يعني عبد الله ضريب، ضريب جامد كمان. ما شاء الله واحمد لاعب صلاح متكامل. يعني بيرفع كويس طبعا، بحكم ان وبيستقبل هو احمد كويس. صلاح. بيستقبل كويس. احمد صلاح يعني لعيب متكامل، متكامل. ما شاء الله. فهي النقطه اللي حصلت واحنا صغيرين في الناشئين في 15 سنه دي فرقت معاهم جدا طبعا. طب كابتن يعني احنا اروح ما كملناش كتير، يعني كان شهر او شهرين وخلاص، وبعد كده كل واحد رجع تاني.